أنقرة وموسكو، التصعيد ليس في الميدان فقط بل في حدة اللهجة أيضا. لا تتحرج وزارة الدفاع الروسية في اتهام الأتراك مباشرة بانتهاك القانون الدولي حين حشدوا قواتهم في إدلب، وبأن نقاط مراقبتهم استحالت حصونا لمن تعدهم موسكو متطرفين، ومنها يقصفون قاعدة حميميم الروسية. لكن الروس لم يكفوا عن تصويب هذه التهمة ذاتها لأنقرة منذ بدء التصعيد في إدلب، يقولون إنهم يقاتلون إلى جانب النظام لتحقيق ما فشل الأتراك في الالتزام به. لكن هذه المرة موسكو تبدو لهجتها أشد، ويبدو توقيت اتهامها ذاك خطرا وبالغ الحرج، فالعاصمة الروسية تتهيأ للقاء الذي طال انتظاره بين أردوغان وبوتين. تبدو الساعات القليلة المتبقية إذن قبل أن يجلس الرئيسان وجها لوجه حاسمة، فكل سيذهب بالمكاسب التي حقق في الميدان إلى طاولات التفاوض. قبل ذلك اللقاء لا يبدو أن المواجهة التي احتدت بين قوات النظام والروس وأنقرة طوال الأيام الماضية ستهدأ في انتظار ما سينتهي إليه لقاء الزعيمين. وزير الخارجية الروسي أن يتراجع النظام عما انتزعه من أراض أو أن توقف موسكو الحرب. الغارات الروسية متواصلة على مدن سراقب وإدلب وسرمين، في بل القصف التركي مستمر أيضا على مواقع للنظام في محيط سراقب. سراقب تلك المدينة المتحكمة بالطرق الدولية في الشمال السوري، والتي يستشرس النظام أملا في السيطرة على كل مسالكها، والتي تتوعد المعارضة باستعادتها قريبا. في الساعات الماضية أيضا ظلت الوفود الأوروبية والأمريكية ساعية لا تنقطع عن أنقرة. وزير الخارجية البريطاني ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جاء بهما قلق يكبر في أوروبا من آلاف اللاجئين المتدفقين إلى حدودها. أما المبعوث الأمريكي إلى سوريا فأتى به الإلحاح التركي الطالب عون الولايات المتحدة. تعد واشنطن أنها سوف تبحث تزويد الأتراك بالدفاعات الجوية والذخيرة، لكن يجهل إن كانت أنقرة ستطيق مزيدا من الضغط في الميدان وفي السياسة قبل أن تنال قريبا ما تريد.